جيران اللعينة وعلى امريكا احنا نفوز. صوت صوتك يا وطن ما يعلى صوت. ما تخوفنا البناية كل ما نبي يوم يموت. صوت صوتك يا وطن ما يعلى صوت. يا وطن ارض البطولة والرسل والانبياء. صوت صوتك يا وطن ما يعلى صوت. الشعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تتيح لكم أن ترسلوا لنا رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع سيكون عن استمرار القمع الحكومي للمتظاهرين والميليشيات، كذلك للمتظاهرين، الاستهداف المستمر بعملية الاغتيال وعمليات الخطف المستمرة للناشطين في التظاهرات، الحقوقيين، الصحفيين، المحامين وغيرهم. هذه الوسائل وهذه السياسة المتبعة من قبل سلطة المنطقة الخضراء والقوات الحكومية التي تسير بإمرتها وكذلك الميليشيات، نحن نتساءل لماذا تستمر السلطة في المنطقة الخضراء وتصر على استخدام الأسلوب الأمني في التعامل مع ثورة تشرين، رغم أن هذا الأسلوب أثبت فشله في إنهاء المظاهرات وفي إنهاء ثورة تشرين. طبعا الميليشيات قتلت في مدينة الكوت الطفل أحمد أنور الدريعي الذي يبلغ من العمر 12 عاما. ذكرت مصادر صحفية أن مسلحين من الميليشيات أطلقوا الرصاص عشوائيا أثناء اعتدائهم يوم الاثنين على المتظاهرين في ساحة الاعتصام بمدينة الكوت. هذا الاعتداء أسفر عن مقتل الطفل أحمد الدراعي بينما كان يقف أمام منزله. طبعا لدينا أيضا مقطع مصور عملية إغلاق من قبل المتظاهرين في محافظة المثنى لتقاطع الطرق قرب ساحة اعتصام السماوة، احتجاجا على اعتقال القوات الحكومية مجموعة من الطلبة المتظاهرين. دعونا نشاهد هذا المقطع. مشاهدينا نستقبل أول اتصال معنا في هذه الحلقة، معنا السيد خبيسي من الجزائر، تفضل يا خبيسي. سيد خبيسي هل تسمعني؟ خبيسي من الجزائر موجود. السلام عليكم، مساءكم بخير أخي. مساء النور، أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، السلام عليكم، مساءكم بخير. مساء النور، اهلا وسهلا، اذا كنت تسمعني من التلفاز رجاء اخفض الصوت. مساءكم بخير. اهلا وسهلا. بخير انتم؟ سيد خبيسي اخفض صوت التلفاز واسمعني من الهاتف فقط رجاء. مساءكم بخير يا اخي. مساء النور، تفضل، اهلا وسهلا. قناة الرافدين الفضائية نشكركم على المجهودات التي تبذلونها لإيصال الحقيقة وما هو موجود في العراق حقيقة. بالرغم كل الفضائيات لأنها يعني تقول أتتبعها، لكن ليس بهذا الحجم الذي نراه حقيقة. هذا واجبنا الوطني. بارك الله فيكم، صدق انه واجب ولكنها هي حقيقه تقال. انتم مشكورون على هذه المجهودات الجباره التي تقومون بها لايصال الحقيقه المره التي يعيشها الشعب العراقي. نعم. من الميليشيات الايرانيه والاحتلال الامريكي. نعم. اخيرا رايت واحده المعلومه عندكم تسري في الاتفاقيات الطغمه الفاسده عندكم، هي انه هذاك رئيس الوزراء المتنحي المستقيل عادل عبد المهدي بصفقات مع الصينيين. نعم.
يعني راهي صفقات مشبوهه جدا جدا، لان الصينيين لا يعرفون التعامل. هو يتعامل مع الصينيين لكي تحميه كذبا وبهتانا من الامريكان، وهي كذبه كبيره يكذبها على الشعب. يظن ان الشعوب العربيه مغفله تامن كذبه الفارسي. نعم. يتداعى بانه لحمايته من امريكا، وهي كذبه. يريد ان يورط العراق ويباع العراق لمن؟ الصينيين. نعم. هذا عمل جبان يقوم به. نتمنى من من الانتفاضة أن تنتبه لهذه الخزعبلات الخبيثة التي يقوم بها النظام الحاكم الخبيث في العراق لكي يبيع العراق إلى الصينيين. نعم. هذا راهو خبث، إنه الخبث الإيراني، الخبث الإيراني المجوسي يريد أن يورط العراق ويبيعه إلى الصينيين. نتمنى من الله عز وجل أن لا تكون هذه المصيبة، لأنها كارثة كارثة من أمريكا. راهي نتمنى من الله عز وجل أن تخرج عن في أقرب الأجال من العراق، وكذلك إيران، ويريد أن يورط الشعب العراقي والأمة العراقية في أن يبيعها إلى الصين بكذبة. يقول أنه يريد أن يبيع لها العراق البترول بقيمة كاذبة، كلها كذب وفجور، يريد أن يورطكم. أتمنى من الله عز وجل أن ينتبه، وهذا من باب الأخوة. أتمنى أن الانتفاضة تنتبه لهذا الخبث العقيم الذي يريد أن يورطكم فيه. سيد خميسي من الجزائر، أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة ولإيصال هذه الرسالة المهمة للعراقيين، وهذه أيضا هذا الموضوع. طبعا سيد خميسي تحدث عن مخاطر ما يروج له الآن من قبل الحكومة وأدواتها وأذرعها وكل ذيولها، خاصة نستعمل هذا المصطلح في ظل التداول المستمر له في الشارع العراقي، الترويج لصفقة الصين أو الصفقات التجارية على أساس أنه هي مع الصين من أجل أن تنهض بالعراق اقتصاديا وتطوره. طبعا الصين أيضا لديها مطامع كثيرة في المنطقة، والعراق مطمع من هذه المطامع، وهناك حديث أن عبد المهدي ربما رهن النفط العراقي لمدة 50 عاما للصين من الآن مقدما، كثير طبعا من هذه الأمور في مقابل مادي أكيد. تحذيرات مستمرة من هذه الصفقة مع الصين، وتحذيرات مستمرة من فساد هذه الأحزاب وفساد هذه الشخصيات التي تريد بيع العراق حتى قبل رحيلها بلحظات. يعني هو شخص مستقيل، نعم، ونعم كانت الزيارة قبل استقالته إلى الصين، لكن هذا لا يمنع أنه يتمتع حتى اللحظة بسلطة ولديه القدرة على اتخاذ قرارات تحت اسم العراق ويورط بها العراق والعراقيين لأجيال قادمة. طبعا لدينا الآن السيد حسين من السعودية، تفضل. مساء النور. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. مساء النور. بالنسبة لإيران ما جات بالثورة فقالوا إسلامية ومدري إيش، لا شيعية لا سنية لا شرقية لا غربية كذا، بينما هي زرعت الطائفية. وإخواننا في الإيران قبل كذا ما كانوا يعرفون الشيء هذا، والثورة هذه ثورة سليمة. وللأسف يعني هذا اللي تبع العشيرة هذا في واسط لما استدعى البنت. يا أخي خلت حياة هذه، يعني المرأة معروف لها الكرامة ولها التقدير ولها الاحترام. والمرأة اللي صرخت وقالت ومعتصماه جهز جيش لينقذ هذه كذا، وشفتوا أنتم أم برير ما فعلت. بعدين الطفل هذا اللي عمره 12 سنة إيش ذنبه؟ يعني يقتلون هذا يعني حرام. وبعدين التدمير، وبعدين الحين عادل فار المهدي يكرم المهدي عنه لما يقول الآن السلاح بيكون كذا. السلاح مو بيد الحكومة، السلاح موزع بيدها الميليشيات، وهي تفعل فيه كيف تشاء، تقتل وتخطف و فيعني وين مجلس الأمن؟ وين الأمم المتحدة؟ بعدين أمريكا اللي جابت هالأحزاب ذي في إمكانها تقضي عليهم زي ما قضت على قاضي على سليمان وعلى أبو مهدي المهندس. حري بأمريكا وبمجلس الأمن وبالأمم المتحدة أن تقضي على هذه الأحزاب وتريح العراق والعراقيين حتى يعيشوا في أمن وسلام. والله يجزاك خير يا أخ محمد. شكرا جزيلا سيد حسين.
كنت معنا من السعودية. مشاهدينا الكرام، رئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي قال إن أوامر قتل المتظاهرين في العراق تصدر من مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. أضاف أيضا علاوي أنه أبلغ رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي باتصال هاتفي أن هناك أوامر تصدر من مكتبه الخاص بقتل المتظاهرين السلميين. أياد علاوي شخص في هذه السلطة من جاءوا مع الاحتلال الأمريكي للعراق، من صعدوا على أكتاف العراقيين، من شاركوا الفاسدين في فسادهم وفي إجرامهم وفي غيرها، وهو شخص مشارك في العملية السياسية منذ أول يوم. عندما يخرج بهذا الكلام، يخرج الكلام من هذه الدائرة، دائرة السلطة الحاكمة في المنطقة الخضراء. الأوامر التي تصدر لقتل المتظاهرين واستهدافهم تخرج وتصدر من مكتب عادل عبد المهدي، من رأس الهرم، رأس هرم السلطة الموجودة في المنطقة الخضراء. إذن هذا اعتراف واضح وصريح بأن من يشاركون في العملية السياسية منذ الاحتلال هم الذين يصدرون أوامر القتل واستهداف المتظاهرين في أي وقت خرجوا به. يعني الآن المظاهرات وهذه الثورة، عندما نرى ونسمع عن قوات حكومية تقوم باستهداف، هذه ليس عمل فردي، وهذه ليست خروقات، هذه أوامر مباشرة تصدر من قياداتها العليا. السيد أبو فيصل من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ محمد؟ حياك الله أبو فيصل. الله يحفظك، تحية لك وتحية للشعب العراقي وتحية للشعب الثائر في كل الساحات. أهلا وسهلا. في كل ساحات العراق. بالنسبة للجرائم التي ترتكب ضد الشعب العراقي بعلم ما يسمى برئيس الوزراء هذا المجرم، هي يعني بعلم الحكومة، الحكومة هي محاولة يائسة على الشعب العراقي لترهبه بالقتل، بس الشعب العراقي مصر على أن يسقط هذول الحثالات المجرمين الذين فعلوا بالعراق ما فعلوا، ومصر الشعب العراقي أن لا يسقط، لأنه لا حياة ولا كرامة للشعب العراقي إلا بسقوطها بما فيهم رئيس الوزراء والبرلمان الفاسد، هذا البرلمان المجرم هذا التابع لإيران الذي نفس البرلمان يترحمون على قاسم سليمان وهو ليس عراقي، وهذا قاتل من العراقي سفير وقتل من العرب سفير، يعني لا تعود كرامة العراق في الوقت الذي يتهمون به العراقيين بأنهم يتبعون لأجندات خارجية وأجندات أمريكية سعودية صهيونية، نفس البرلمانيين. نعم، البرلمان هو فاهم، هو البرلمان هو تابع للميليشيات، هي حكومة ميليشيات، لا يوجد حكومة، لكن الشعب العراقي مصر على اسقاطهم، والامل بالله كبير فيهم يسقطهم هذا الشعب، لان الشعب العراقي مصر شراكه ممتحيه لكل محافظات العراق، والتنسيق بين المحافظات يعني هي محاولات يائسه ليقتلوا بعض الناس، وكل الجرائم فعلوا كل الجرائم يا استاذ محمد، لم يتوانوا عن اي منكر بالعراق، ولكنهم السقوط هو الوحيد الذي ينتظرها. وتحيه لك. شكرا لك سيد ابو فيصل من السعوديه. السيد يوسف بركة من فلسطين لدينا أرسل رسالة على الواتساب يقول: مساء الخير لكم جميعا في هذا البرنامج الناجح والذي حصد الكثير من الإنجازات خلال ثورة تشرين الحالية. مشروع اختيار رئيس الحكومة في هذا الوقت بالتحديد يحتاج الكثير من العناء على المستوى الشعبي، فالشعب العراق ومنذ سقوط نظام البعث في 2003 بقيادة صدام حسين توالت الكثير من المشاكل بعدم مصداقية الحكومات المتوالية بعد سقوط النظام السابق، ومن حق الشعب العراقي اختيار رئيس الحكومة يعي متطلبات الشعب وإعادته إلى مكانه الحقيقي، فشعب العراق لا يشترى بالعدس أو ما شابه ذلك، والله أكبر وعاش العراق. شكرا جزيلا يوسف. رسالة تقول: السلام عليكم، بارك الله بكم يا الشرفاء، أنا أخذكم من البصرة، أبطال أنتم، أحب قناتكم لأنها شريفة وتنقل معاناة المتظاهرين. لدينا رسالة تقول: تحية حب واحترام لقناة الرافدين الوطنية المملوءة بحب العراق، لا مكان لإيران في بلادي، إن الذي عاش على عظام والده واستغل عواطف الناس واستدرج الشباب فقد انكشفت أوراقه وهو اليوم عميل لمن قتلوا أبناء العراق، أعتقد واضح هو من يقصد.
ثورة الشعب بيضاء خالية من الولاءات، كفانا دماء وكفاكم تلعبون بمقدرات الشعوب، تبا لولاية الفقيه ومن تبعها. أخوكم كامل فرج شنيار من ذي قار. شكرا لك. السيد أبو ماجد من السعودية، تفضل. مرحبا يا محمد، مساء الخير. مساء النور، مرحب، حياك الله. الله يسعد أوقاتك حبيبي، كيفك؟ تحية، تفضل. محمد أنا عندي سؤال. تفضل. هل يعقل أن تجتمع حكومة العراق في مدينة قم تختار منهم رئيس الوزراء لدولة العراق؟ طبعا غير منطقي طبعا. ما هو منطقي يا أخي، ما في محل بالعراق يجتمعوا فيه الحكومة، والدليل على ذلك بينت أنها مرتبطة في الملالي يا أخوي، تأخذ أوامرها من هناك، حطوا هذا ونزلوا هذا يا أخوي. يعني هو مو الحكومة تحديدا، حتى نكون واضحين يا أبو ماجد، اللي اجتمعوا في قم هادي العامري زعيم ميليشيا بدر، وكذلك زعيم كتلة الفتح في الحكومة، وكذلك مقتدى الصدر زعيم ميليشيا سرايا السلام وزعيم التيار الصدري، شخصين هم اللي اجتمعوا حتى يحددون أو يختارون رئيس الوزراء. طيب الله يجزاك خير يا محمد، أبو ماجد صوتك نعم. صوتك يتقطع، تكلم من جديد، تفضل. تحياتي لك يا محمد، شكرا. أنا بس أسأل العراقيين بس عن هالحكومة اللي تشكل من طهران. نعم. لا يمكن يا أخي، لا يمكن العراقيين أن يقبلوها. العراق انتفض ولن يرجع، إن رجع فهذه نكسة العراق لين تقوم الساعة. نعم. شكرا يا محمد. شكرا يا أبو ماجد. شكرا يا أبو ماجد، حياك الله. طبعا نحن نتفاهم طبعا المشاركة العربية المهمة حقيقة في البرنامج، ونقدر يعني حقيقة هذه المشاركات وهذا التفاعل، ولذلك لن ندقق على قضية موضوع الحلقة طالما طرح الإخوة العرب المشاركون أفكارهم بالطريقة التي يرونها مناسبة. تحدثوا اليوم على قضية التحذيرات من أخونا خميسي من الجزائر عن صفقة الصين، والإخوة من المملكة العربية السعودية أيضا تحدثوا عن هذه المشاكل التي يشهدها العراق، وخص السيد أبو ماجد موضوع عملية اختيار رئيس الحكومة التي تتم وفق توافقات وتشاورات بين زعماء ميليشيات مثل الصدر والعامري في إيران. ما دخل إيران وما دخل الصدر والعامري في اختيار شخصية لرئاسة الوزراء؟ يعني هكذا يدار العراق للأسف الشديد. من معنا الآن؟ أم عبد الله من بغداد، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك ولقناتكم الشريفة. أهلا وسهلا. عراقي شريف وكل عربي شريف، لأنه أستاذ إذا بالنسبة للموقف العربي تجاه العراق، وبالنسبة لصفقات الأسلحة والمشاريع من قبل الصين، أريد أقول إنه هل يقبل العرب أو الدول العربية تقسيم العراق إلى محافظ إلى أقاليم؟ هذه يعني نقطة مهمة. طيب أم عبد الله، أم عبد الله حضرتك سمعتيني في بداية الكلام؟ لا والله. سيدة أم عبد الله، أنا تحدثت قلت الإخوة العرب لديهم أفكار معينة حابين يوصلون رسالة، يتفضلوا. بالنسبة لموضوع برنامجنا اليوم أو حلقتنا عن استمرار استخدام الأسلوب الأمني القمعي في التعامل مع ثورة تشرين، هذا هو الموضوع اليوم، أرجو أن نبقى في هذا الإطار. أستاذ يعني احنا يوميا عندنا مشكله في العراق، بالنسبه للمتظاهرين راح تبقى مستمره، والقمع الحكومي طبعا باقي مستمر، اذا كان من قبل الاحزاب السياسيه واذا كان من قبل رئيس الوزراء. يعني انا دا اقصد انه حضرتك من دا احكي انه انا يعني ما طول العرب كلهم ويانا، فالمفروض احنا يعني لازم يعني يعني يشاركونا في مصائبنا ومشاكلنا ويعرضون علينا الحلول مثلا. فانا البارحه سمعت انه المتظاهرين يطلبون طحين ويطلبون ادويه ويطلبون مواد غذائيه، يعني وين صارت يعني هذا شيء يعني يبكي يعني والله العظيم. ويؤذي الانسان. فإلى احنا الى متى احنا راح نبقى على هذا الوضع؟ انه المفروض اصلا لازم تقييم للوضع اللي موجود في العراق من قبل الجامعه العربيه
العربيه والدول العربيه. نعم. الى متى احنا نذبح من قبل الحكومه ومن قبل ايران ومن قبل امريكا او تقسم العراق؟ هل يقبل اهل الجنوب واهل الغربيه واهل المناطق الشماليه تقسيم العراق الى اقاليم؟ حضرتك هذا البارحه انه طرحت هذا السؤال. نعم. طبعا انه هم هذا هو هدف امريكا وبريطانيا مثل وعد بلفور ومثل ما يريدون يقسمون اليمن الى الشمالي والجنوبي والسودان الى الشمالي والجنوبي وسوريا الى جهات عده اقسام، فلهذا ما عندهم مانع يقسمون العرب. فبقى على العراقيين هل يقبلون التقسيم؟ فاحنا اللي يقولون بالبرلمان احنا سنه وشيعه هذا الوطن نبيعه، بعد ليش يقومون بعمليه طرح موضوع الاقاليم؟ يعني هل هذا صحيح؟ البرلمان ترى ما يقدم اي خدمه، فهو يعني مثل العبث قاعدين يقدمون. طيب. خدمه للاجنبي، خدمه لايران، ليس لخدمه الشعب العراقي. فاحنا ما يفيدنا استاذ احنا يعني نختار رئيس وزراء اذا هي الحكومه كلها حشد وكلها جماعه اسرائيل اللي قتلوا السنه، هسه يحصون على اهل الناصريه مثل اسرائيل يقولون اهل الناصريه ما عندهم غيره وليش يقومون ضد الحكومه العراقيه؟ يعني هو هذا غير اسرائيل اللي قتل السنه؟ يعني هو شنو قيمه تصريحه هذا وهو زعيم ميليشيا؟ اكيد اكيد هم كلهم شنو هم مقابل الشعب العراقي. الحمد لله المطلوب اهل الجنوب ارفعوا بنوايا الحكومه القذره حساكم، فما احنا لازم احنا نتحد كليتنا كعراقيين ضد هذه الزمره الفاسده. نعم. وايران وامريكا وتحياتي لك. شكرا ام عبد الله، كنت معنا من بغداد. طبعا مشاهدينا الكرام، هذه الحديث من قبل السيده ام عبد الله عندما تقصد بقضيه او تتحدث عن جزئيه أن هناك زعماء ميليشيات من ارتكبوا انتهاكات في العراق وجرائم ضد الإنسانية وضد حقوق الإنسان وقمعوا وقتلوا وخطفوا مثل أبو عزرائيل وغيره من هذه الشخصيات، وهؤلاء الحقيقة هم مصنفون من قبل المجتمع بأنهم مجرمون. هؤلاء عندما يخرجون لينتقدوا المتظاهرين أو ليهاجموا المتظاهرين، يعني ما قيمة هذا التصريح منهم أو ما قيمة هذا الهجوم؟ وهل أصلا يعني يمكن أن يصدر غير شيء من هؤلاء، من هذه الشخصيات التي سفكت الدماء والتي تلطخت أيديها بدماء العراقيين؟ هل ممكن أن يتوقع أحد أن يخرج غير شيء من هؤلاء سوى التهديدات، سوى الهجوم، سوى الخطف، سوى القتل؟ يعني أمر طبيعي أعتقد أن زعماء الميليشيات في العراق أو حتى من في الأحزاب الآن إن كانوا على هيئة سياسيين لا نستغرب أنهم يخرجوا بتهديدات وتصريحات تهاجم المتظاهرين وتنتقد المظاهرات وتهاجم وتهدد وغيرها من هذه الأساليب التي طالما شهدناها من أول يوم في المظاهرات ولغاية هذه اللحظة بهدف تسقيطها وإنهائها. السيد أبو علي من أمريكا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ محمد؟ حياك الله أبو علي، أهلا وسهلا. أنا نشكركم على القناة الشريفة اللي تواكب الحدث أول بأول. الله يسلمك. والله هذا الموضوع اللي أنت تحشي به، وإحنا يعني والله تعبنا وملينا، يعني ما نعرف يعني دي وين نوصل ويا دولة، يعني هم يعني هاي المظاهرات وهذا القتل بالشوارع والميليشيات. نعم. ده تقتل بالثوار ومدى يصير اي شارع، يعني احنا الى متى نبقى هيك؟ الشيوخ قسم من عندهم شايلين ايديهم، الاحزاب واقعه دق للمتظاهرين وخطف وسلب وقتل. بس انا حتى اخصص لك سؤالي يا ابو علي، حتى يعني سؤالي يكون بشكل اوضح لحضرتك، ليش تستمر السلطه والميليشيات بالعراق بعمليات القمع المستمرة ضد المتظاهرين رغم أن هذا الأسلوب أسلوب فاشل ما نجح وما أنهى الثورة؟ ليش يستمرون يتبعوه؟ ليش هذا الأسلوب؟ تعرف ليش؟ خلي يعرف الشعب العراقي ككل. نعم. هذا دولة مستمرين لأن ماكو رادع لهم. إحنا مع الأسف الدول العربية شايلة أيديها من عندنا. الأمم المتحدة تصريحاتها خجولة، هذولا ما لهم رادع. هو لو أكو رادع كان ما مو عادل عبد المهدي يروح
يبيع يرهن النفط إلى 50 سنة مال العراق، والعراق هو أصلاً متدمر. يعني هو ما نعرف يعني جايين هم ذولا، يعني كان السرقة يسرقون لهم ويسوون مليارات ويطلعون بثروات العراق خارج البلد لإيران وغير إيران بهالشكل. بس هم هسه يعني هسه لما اجوا النوبه ورطنا ويا 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 الصين يعني فوق هذا كله يعني داير يودعوها يعموها فد مره يعني شلون تالي شنو يعني إيه انا بعيد هذول لا ما يراد لهم رادع يردعهم وينهيهم ما يصير شارع العراق خلي يسمع المتظاهرين والثوار والله ما تصير لنا شارع الا ما يردعون من الاساس فلهذا أنا أقول أمريكا أرحم من إيران. شلون؟ أول شيء أمريكا تجي الصفي أول شيء هي جابتهم للعملية السياسية وهي تقتلعهم وبعد ما تقتلعهم تنصب من الثوار أكو عندنا أكاديميين أكو عندنا علماء عندنا بس ما راح تختار لك ما راح تختار لك المستقل حتختار لك أمريكا الشخص اللي يلبي مصالحها وإحنا هم لا تنسى هاي النقطة يعني لا لا هو هم يسوون يرشحون الشعب يرشح ناس من عنده كفؤين ويصير طيب. انتخابات نزيهة عليهم تمام أبو علي أنا أشكرك أمريكا عندها مصالح بالعراق بس أفضل من دول أفضل تفضل هسه البلد ودوا البلد النوبة للصين النوبة النفط لا يرهن 50 سنة ما أدري 100 سنة يعني شنو اللي قبض العراق من وراء ذولا أبو علي أنا أشكرك كنت معنا من أمريكا يعني هذا رأي هناك من يرى بأنه الولايات المتحدة هي التي يجب أن تخلص العراقيين من هذه الأحزاب وهذه الميليشيات التي هي أصلا جاءت بهم وحكموا في العراق نبقى نقول بالنهاية أنه إحنا نعود إلى نفس الدائرة ونفس النقطة ألا وهي الولايات المتحدة التي جاءت بهؤلاء المخربين هؤلاء السراق الفاسدين إلى حكم العراق وسمحت لإيران أن تصول وتجول وتتحكم بالعراق بمقدراته وشعبه يعني هذا الوضع تم على يد الولايات المتحدة فنحن لا ننتظر من الولايات المتحدة أن تكون ملاكا طاهرا أو أفضل من إيران لأنه هي أصلا أساس الخراب الذي حل على العراقيين طيب نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود ابقوا معنا اليوم تاريخ 14/1/2020 قطعنا طريق الدول الرابط بين بغداد ومحافظات الجنوبية تضامنا مع أخوتنا بالناصرية وتلبية للمطالب المتظاهرين بالعراق بصورة خاصة وعامة شو تحب تقول؟ الناصرية وجهت لنا الدعوة قلنا مهلة العراق صار مهلة الناصرية مهلة الديوانية مهلة الديوانية تصعيد الديوانية من تصعيد الناصرية الحكي صار العفو كله بيد الناصرية سبعة أيام يا الدولة ورا سبعة أيام مغلق العراق حاليا طريق الدولي مغلق تماما اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام طبعا نشاهد الان مع حضراتكم عمليه قطع المتظاهرين للطريق في مدينه السماوه وقطعوا ايضا طرق عديده احتجاجا على القمع الحكومي المستمر فلنشاهد أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام لدينا بعض الرسائل التي نود أن نقرأها لحضراتكم من المشاركين على الواتساب السيد عبد الخالق الناصر يقول
السلام عليكم، أشكر قناتكم الرائعة الكريمة. لشو مقتدى مو ركن بالحكومة والبرلمان، شنو سوى وركن من أركان الفشل والفساد؟ كافي تلعبون وتتاجرون بدماء الناس. شكرا سيد، اقعد ببيتكم وحاسب حريماتكم. إذا أنت وطني. مقتدى هو يحاول تفشيل المظاهرات، هو عميل لإيران، هو من ضرب المتظاهرين. لو راح قاعد يم حسن نصر الله تبرأ الله منكم. طيب شكرا سيد عبد الخالق الناصر. لدينا رسالة تقول: تحية طيبة لقناة الرافدين. يقول: هذا المعتوه الذي أسس له ولأبنائه ثروة هائلة خارج وداخل العراق ويمتلك أرصدة في بنوك عدة، يحاول اليوم أن يزج بالشعب العراقي المسكين في مواجهة أمريكا التي الصين وروسيا أقوى قوتين اقتصاديتين وعسكريتين هما، ويتجنبان إزعاج أمريكا. وهذا المعتوه أريد أرجع شعبه. ما فهمت بصراحة، ما فهمت. شكرا لك. السلام عليكم، التحية لقناة الأحرار. ما يصح إلا الصحيح، جولة الباطل ساعة لكن جولة الحق إلى قيام الساعة مهما تجبروا وطغوا. الله ينصركم ونفرح بنصركم عاجلا غير آجل. قلوبنا ودعاؤنا معكم بقوة الله العزيز الحكيم. سميرة فيصل من السعودية، شكرا لك. يقول أبو أوس من تركيا: يا من تهتفون وتطالبون بالثأر لمقتل سليماني والمهندس، من الغريب أننا لم نسمع منكم وأنتم تطالبون بالثأر لمقتل أكثر من 600 متظاهر من شبابنا الأبرياء. مع ذلك أقول لكم: هل إمبراطور اليابان كان يصل باليابان إلى هذا التطور لو بقي يثأر ويقاوم؟ وكذلك مانديلا وغيرهم. طبعا موضوع 600 متظاهر، وهل يعقل أن يطالبوا بالثأر وهم المسؤولون والمتهمون عن قتل المتظاهرين وعن إصابة هذه الأعداد الكبيرة واستهداف التظاهرات؟ أعتقد غير منطقي أن نرى منهم أن يطالبون بالثأر وهم الطرف اللي متهم بعملية استهداف المتظاهرين. شكرا لك يا أبو أوس. سيد مبروك من الإمارات يقول: تحية لك أخي محمد. التغول الإيراني هو سبب ما يحصل في العراق والمنطقة، وهذا يأتي ضمن مخططات لضرب المصالح الأمريكية والإيرانية. هذا كله من سبب مخططات الشر، أمريكا وإيران وجهان لعملة واحدة. شكرا لك يا سيد مبروك. أبو علي من الرياض، الله يحفظكم وينصركم، شكرا لك. لدينا رسالة حقيقة، أشخاص يرسلون لنا مقاطع مصورة غير متاح لنا أن نعرضها. السلام عليكم، سامي من هولندا يقول: تحية لقناتكم الكريمة. مقتدى العميل يجتمع بهذا المجرم في قم وبعدها يتوعد بمليونية، الموضوع مخطط له من قبل إيران، فما على العميل إلا تنفيذ أوامر أسياده. فهل من عراقي شريف يقتدي بمقتدى العميل الذي أمر الميليشيات الإيرانية بالحياد الذي أمر الميليشيات الإيرانية بالاتحاد لمحاربة أمريكا ولم يحزن أو يفعل شيء على أرواح شهداء تشرين؟ شكرا لك يا سامي. صعوبة حقيقة في قراءة رسالة سامي، لكن استطعنا الحمد لله. أبو حاتم من الموصل يقول: أرجو رسالة قراءة كل الرسالة. يعني رسالتك طويلة جدا يا سيد أبو حاتم، باختصار شديد يقول حقيقة ما أعرف من أبدأ بالرسالة. يعني يمدح السيد أبو حاتم من الموصل بالعراق وحضارته، وهل يعقل أن العراق يفعل به ما يفعل الآن وهو بلد الحضارات وكذا. شكرا لك، حياكم الله وبياكم. زيد الحميدي من الكوت يقول: تحية لأحلى قناة عراقية، قناة الرافدين الحرة. قد تبين لنا كل شيء واتضحت الحقيقة وبات الفجر قريب والفرج قادم إن شاء الله، والله مع الصابرين. شكرا لك. من معنا الآن؟ من معنا الآن؟
طيب فقدنا الاتصال. السلام عليكم. كافي مظاهرات سلمية هسه وقت حمل السلاح. يقول طبعا النوار من هولندا: نعود ونكرر مشاهدينا الكرام لمن يريد أن يروج لهكذا أفكار، نقول بأنه طالما كان المتظاهرون يطالبون بحقهم المشروع بشكل سلمي، وهذا الشكل السلمي ضغط على العالم أن يتدخل ويسمع ما يحدث في العراق، لأنه يشاهد أن هناك قمعا من طرف واحد وقتلا من طرف واحد وحملا للسلاح من طرف واحد، ألا وهي السلطة بميليشياتها وأحزابها عفوا. إذن هذا أسلوب ناجح بالنسبة للمظاهرات. نعود ونكرر مرة أخرى لمن يروج لهكذا أفكار: حمل السلاح في هذا التوقيت هي أفضل فرصة للحكومة وميليشياتها لكي تبيد المظاهرات وتقمعها وتنهيها بشكل كامل، لأنه سيكون هناك ذريعة لها أمام العالم الذي يساند هذه السلطة للأسف الشديد، بأن هناك إرهاب وهناك بؤر إرهاب وخلايا نائمة، ويجب علينا أن نحارب جميعا ونتحد لكي نتخلص من الإرهاب، كما فعلوا في المحافظات الغربية ودمروها وهدموا الحياة فيها، كانت لنفس الأسباب، وتحججوا بأن هذه المظاهرات حملوا بها السلاح وكذا. دمرت المحافظات الغربية ويراد لهذه المحافظات أن تدمر، لكن لم يستطيعوا أن يجدوا فيها أي ثغرة تمكنهم من قمعها بشكل واسع سوى هذه العمليات التي نشاهدها، والتي جعلت العالم ينظر إلى القضية العراقية بعد أن كان محجما ومبتعدا عن النظر إليها. السلام عليكم أستاذ محمد، بس حبيت أسأل على طيب شكرا لك. أريام من الأردن تقول: مساء الخير أستاذ محمد. شكرا لك يا أريام. السلام عليكم. هم مستمرون بهذا القمع لأنه قلة حيلة لهم، لا يستطيعون أبد قمع هذه التظاهرات الشريفة ما دام بينا نفس، والله ولي التوفيق. هل يستطيع أسكات يقول: هل يستطيع أسكات قناتكم الشريفة؟ أنتم منا وأنتم من المتظاهرين، والله ولي التوفيق. أم هيثم من عمان شكرا لك، تقول: سلميتنا قتلتهم، هذا كافي عليهم. أحد المشاركين يحاول الاتصال، حقيقة غير متاح هذه الخدمة للاتصال مشاهدينا الكرام، فقط للرسائل النصية. يقول: أخي العزيز، هو مقتدى الصدر خليجي يشوف جماعة العساكر في سامراء أو جزيرة غرب سامراء، والله ضيم، الله لا يوفقهم. آخر الكلام، يعني لن نقرأ هذه الأمور. السلام عليكم. يفضل البقاء الأمريكي في العراق ولا هيمنة إيران على العراق، والله يحفظ المتظاهرين وينالوا مرادهم. لدينا رسالة تقول: السلام عليكم أخي، أتمنى تقرأها. موطني موطني السلام في الأحلام، والملوك كالأصنام صامتون صامتون. أم وطن من النجف شكرا لك. طبعا مشاهدينا الكرام، يعني الآن هذا الموضوع المتعلق بقضية الذي قرأناه كثيرا حقيقة، قضية مقتدى الصدر ومحاولة اختيار شخص لرئاسة الوزراء في إيران مع هادي العامري، وبعد ذلك الآن يدعو إلى مليونية، يعني حاول ركوب الموجة كثيرا ولا يزال يحاول ركوب هذه الموجة، يذهب إلى إيران ثم يعود بعد ذلك باتخاذه قرارا مفاجئا، هو ليس مفاجئا، هو من يشاهد المشهد أو يتابع تصرفات هذا الشخص يعرف أنه يوجه، ويعني هذه الأوامر تأتي له بشكل مباشر أو غير مباشر، يعود إلى العراق ليحاول أن يقوم باتخاذ خطوة جديدة، خطوة مظاهرات ربما، خطوة اعتكاف سياسي، خطوة مقاطعة، خطوة ترشيح شخصية. تعودنا على مقتدى الصدر هكذا أفعال، يعني شخص سلب حقوق العراقيين وأنا منهم، لا يستطيع أن يبني هذا البلد ولا يستطيع أن يرشح إنسان شريف، لأن الشخص الذي سرق منزلي وطردني منه شخص ليس شريفا ولا يمكن أن يقوم ببناء عراق. أبو فاطمة من النجف تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. حيا لك أخي ولكافة الأخوة، أهلا بك.
الحقيقة بالنسبة للموضوع البرنامج اليوم موضوع مهم جدا، وهو لماذا لا يعني ترتدع الحكومة والميليشيات من القتل والخطف وإيذاء المتظاهرين. الجواب أخي بكل صراحة أنه ووضوح أنه السلطة الموجودة في المنطقة الخضراء هي تستلم أوامرها من إيران، ما زالت تنتظر تستلم، وهي بالمناسبة هي مجموعة من ميليشيات أصلا تكونت في إيران وأتت لتطبيق أوامر إيران. والحكومة حكومة الملالي في إيران هي عبارة عن حكومة يعني أو ناس معقدين، ناس عندهم حقد تاريخي وحقد على العراق خصوصا وعلى العرب كذلك. وهذه أخي ما حكومة مافوية، يعني فيها مافيات كثيرة، فيها دول داخل دولة، ليس فقط دولة، دول داخل دولة، يعني لا يستطيع أحد أن يسيطر على الوضع الأمني في بغداد. لذلك هم مستمرون بهذه الطريقة، لأن إيران تعتقد أنها تستطيع بالقوة والجبروت والحديد والنار أن تسكت هؤلاء. لن يستطيعوا أخي أبدا إسكات المتظاهرين، لأن المتظاهرين خلص يعني قرروا أن يقفوا بوجه هذه. وبالمناسبة أنا أريد أن أطلع القناة وكذلك الأخوة، يعني كل من يهمه الأمر، هنالك مجمع في النجف، مجمع في حي الأنصار، هذا مجمع أخي مغلق، فيه الأفغان وفيه الباكستانيين وفيه الإيرانيين، فيه يعني أماكن هذه الخلايا الموجودة هناك. نريد أن يكشفوا الستار عن هذا المجمع، ماذا يفعلون هؤلاء هناك؟ هؤلاء نحن نعتقد أنها خلايا نائمة كذلك، وفي ليلة وضحاها ربما يخرجون كذلك بالسلاح، كما خرجت جماعة الحكيم وجماعة جيش المهدي والخرساني وغيرها. فالمجابهة ستستمر أخي، ولكن إن شاء الله النهاية ستكون للمتظاهرين ولعزيمتهم وصبرهم. نحن نشد على أيديهم وندعو لهم، ونحن معهم قلبا وقالبا في داخل العراق وخارج العراق، ويبشروا بكل خير. شكرا أبو فاطمة، كنت معنا من النجف. لدينا رسالة سيد مصطفى من بغداد، رسالة: السلام عليكم. مصطفى من بغداد. كلا لإيران وكلا لأمريكا وإسرائيل، أبطال ومنصورين وتسقط الحكومة. معنا السيد أبو علي من واسطة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك، تحية للجمهور الراهين. حياك الله. وتحية للثواب تشرين. أهلا وسهلا. وستبقى ثورة تشرين خالدة بهؤلاء الأشخاص. نحن كنا أمل بأن هذه الثورة ستنجح، وإن لا قدر الله استذئب السياسيون أكثر مما هم مستذئبين، فستبقى خالدة، وتبقى أن هناك شباب من العراق قالوا لا للفاسدين وقالوا لا للفساد. وإذا تسمح لي اليوم أعلق، أكو المقتدى الصدر اليوم قال يطلع مظاهرة مليونية يدعو. هو منين وين قاعد هو شيء حتى يدعو إلى مظاهرة مليونية؟ إحنا علمونا أهلنا أنه الرجل اللي يقود مجموعة أو القائد يكون هو مقدمتهم، هو بأولهم. مو قاعد بإيران يقول لي تعالوا فنطلع القوات الأمريكية. أنت تعال اقعد ويا أهلك، تعال اقعد ويا ناسك، تعال ويا أبنائك هذول اللي تكتلوا مدينة الصدر. اللي سميت اسمكم وما قدرت تحافظون حق اسمكم، ما قدرت عليها. زين انت شو تسوي يعني بالمظاهره؟ شو اللي تريد تسوي؟ مو انت عندك كتله اكبر، انت عندك كلمه موجوده في البرلمان، انت عندك ميليشيات موجوده مسلحه والى اليد الطوله بالعراق، وهي قتلت نص العراقيين باحداث جيش المهدي وغيرها وغيرها، ونفس الميليشيات الموجوده حاليا هي كلها افرع من ميليشياتك اللي انت سويتها. أسستها بفلوس إيران وفلوس أمريكا اللي تقول أنا ضد إيران وضد أمريكا. يعني تجيب التي تحط روحك مع المتظاهرين، يعني المتظاهرين إذا ما عندهم صوت بالبرلمان، ما عندهم صوت بالحكومة، الناس تطلع مظاهرة
وقمعتوهم وما وقفت وياهم اللي انتم دائما تدعون لكم ويا الشعب ولا واحد منكم. خلي يرجع اول شيء حقوق الناس اللي سلبها بقوه ميليشياته وبعدين يحكي عن بالضبط. العراق ويحكي عن وطن. اه بالضبط. وهو طبعا انا اقولها وانا اتحمل مسؤوليتها سبب هلاك العراق مختفى الصدر لان بكل حكومه حاط خشمه بوسط وهو صاحب الكلمه العليا بها. نعم. يقعد سنتين نهب الموازنه وقال انا معارض. وش حصل من معارضتك انت؟ حتى احد من جماعتك اللي انت قلت جماعتي فاسدين وغيرها. بقى يا رجل هذاك هو اللي بقى كلكم انتم حفاي ما عندكم شيء واليوم صرتم مسؤولين وصار عندكم املاك. طلعتوها يقول ما عندي احد بالحكومه وعنده اربع وزراء. لا 56 مدير عام يقول ما عندي بالحكومه، العديال عنده بالحكومه. الشعب هو اللي حاكم البلد. انا اتعجب من هيش. وهل يحتاج الشعب اصلا مليونيات الصدر اللي يدعو لها؟ الشعب بالملايين نازل بالشوارع، ايش يحتاجون هو نازل بس هو شلون يسوي روحه وطني؟ هو اساسا بعيد عن الوطن. الوطن يقعد بوطنه ما يروح يقعد بغير وطن. الوطني ما يبوس ايد واحد مثل الشعب العراقي من 1980 لحد اليوم. طيب يروح يقول هو يقول ايران بدل روح بوس ايد الخميني. لا ما قالها. لا 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 لم يقل ابدا ايران برا ابد ما قالها. يمكن اخر قالوها هو ما قالها ما يقدر ما يدري. لم يقل يقول امريكا برا يدعو انصاره انه يقولون امريكا برا وايران ابد يروح لايران. هذه كلمه مردده ايران تنددها ويقولونها وراهم. نعم. تشيل فوس الايادي. نعم. تقول اني وطني تعال اخدم وطنك مرتاح برا. ابو علي انا اشكرك على المشاركه. طبعا شكرا لك سيد ابو علي كنت معنا من وسط على المشاركه. انتهى وقت البرنامج مشاهدينا الكرام. اشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعه والى اللقاء.